السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخواني أخواتي في هذه الحلقة. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة سأشرح لكم موقع بيس تشينج. يعني العديد من الإخوان يبحثون عن مواقع لتبادل العملات وكذلك لتغيير العملات الرقمية الخاصة بهم، لكن في الأغلب يعني لا يجدون يعني مواقع، أو يعني يجدون مواقع يعني تكون مرتفعة السعر في التغيير، ويعني لا يستطيعون يعني أن يقوموا بتغيير المال الخاص بهم، أو عندما يقومون يعني بالتحويل تتم يعني اقتطاعات كثيرة جدا. لكن في هذه الحلقة إن شاء الله سأشرح لكم موقع بيسشينج، هذا الموقع الذي يمكنكم يعني من تبادل أو تحويل العملات عن طريق يعني وسطاء. يمكنك تحويل العديد من العملات كما تشاهدون هنا، جيف، يعني أن تقوم بإعطاء مثلا البيتكوين، البيتكوين كاش، الإيثيريوم، لايت كوين، الريبل، المينيرو، دو كوين، داش كوين، زي كاش، تيدر، يعني العديد من العملات، ومن بينها الباي بال باليو اس دي، وكذلك باليورو، البيرفكت موني، كذلك بالاورو، اليو اس دي، كذلك الادفن كاش بالاورو واليو اس دي، سكريل، الويب ماني. هناك العديد، يعني كل البنوك التي تبحث عنها ستجدها في هذا المكان هنا، وكذلك يمكنك الدفع عن طريق الفيزا كارد او الماستر كارد يعني بالاورو، وكذلك بالدولار، وكما تشاهدون هنا اون يو باي، كذلك واير يو اس دي، واير اورو. يعني فطريقة يعني تغيير او تحويل العملات يعني يوفر لك هذا الموقع العديد والعديد من الابناك. اذا في هذه الحلقة ان شاء الله ساشارك معكم كيفية التسجيل في هذا الموقع، كذلك ساشارك معكم طريقة رائعة جدا للربح من هذا الموقع، وهي عن طريق يعني جلب الاحالات او يعني جلب اشخاص اخرين للتسجيل في الموقع، وستربح يعني عن كل شخص يتم يعني يقوم بانشاء حساب ستحصل يعني على 0.65 دولار. يعني هذا مبلغ جيد جدا. إذا مثلا جلبت يعني 20 شخص تسجل يعني دون أن يقوم بأي تحويل أو أي شيء، ستربح أكثر من 20 دولار، أو عفوا أكثر من 10 دولار. يعني 20 شخص فقط أكثر من 10 دولار ستربحها من هذا الموقع الرائع جدا. إذا بالنسبة لطريقة التسجيل سنشرحها إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن يجب على الإخوان الذين سيعملون في هذا الموقع أن يقوموا يعني بجلب إحالات. كيف سيجلبون يعني الإحالات؟ يعني عن طريق الترافيك. الترافيك، يعني بعض الإخوان يسألون أخي كيف يمكنني الحصول على ترافيك مجاني، أو كيف يمكنني. الإخوان بالنسبة للترافيك المجاني كما تعلمون فهو لا يأتي يعني بأشياء جيدة. لماذا؟ لأن أغلب الترافيك المجاني يكون يا إما عن طريق روبوتات، أو يعني عن طريق يعني فقط يعني روبوتات، ليس أشخاص يعني حقيقيين. لذلك فالموقع لا يقبل يعني أو عفوا يعني طريقة العمل الخاصة بك يجب أن تكون جيدة جدا. كيف ستقوم يعني بجلب الترافيك؟ ستقوم يعني بجلب الترافيك عن الترافيك يعني عن طريق نشر الرابط الخاص بك في الفيسبوك، في التويتر، في البانترست، في إنشاء فيديوهات على اليوتيوب، إنشاء تدوينة على موقعك الخاص، وتبدأ يعني في النشر. يعني تقوم بالنشر، وكل شخص يعني يأتي ويذهب إلى التدوين الخاصة بك أو الفيديو الخاص بك أو صفحة الفيسبوك الخاصة بك، ويجد يعني أنك قمت بشرح هذا الموقع بشكل جيد، يعني حتى يمكنه هو من تحويل المال. يعني يجب أن تشرح له الطريقة كيف يعمل الموقع إلى آخر هذه الأمور. إذا أنا أشرح لكم يعني كيف تقومون يعني بالتسجيل في هذا الموقع فقط، لأن بعض الإخوان طلبوا مني أن أعطيهم يعني بعض المواقع لتحقيق أرباح يعني بشكل مجاني دون أي استثمار، أو مثلا في الدروب شيبين كما نعلم يلزمك المال، كذلك يعني في بعض المواقع الأخرى يلزمك المال، لكن هناك أشخاص لا يمتلكون رأس مال وهم الكثر، يعني الكثرة لا يمتلك رأس مال. وكما تعلمون فالدروب شيبين ليس مجاني، كذلك يعني بعض الأشياء الأخرى ليست مجانية، يعني فقط
الأشياء التي تكون مجانية يكون مصدر الدخل الخاص بها قليل جدا. لذلك هذا الموقع فمصدر الدخل الخاص به فهو رائع جدا. إذا كانت لديك طريقة جيدة للحصول على إحالات فستربح يعني أنت أموال جيدة جدا، لكن يجب عليك أن تقوم بإنشاء استراتيجيتك الخاصة لجلب الترافيك. قم بإنشاء فيديو، ضع موضوع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر، العديد من الأمور لتجلب أشخاص ليقوموا بالتسجيل في هذا الموقع. وبالتالي هذا الموقع فهو موثوق وقديم جدا، وطريقة التحويل فيه فهي مضمونة جدا، ليس هناك أي نصب أو أي احتيال أو أي شيء من هذا الأمور. ستقوم بتحويل المال الخاص بك بشكل آمن جدا. إذا على بركة الله سنشرح يعني الموقع بالنسبة لمن أراد يعني أن يقوم بالتسجيل في هذا الموقع أو كان يرغب في دعمي. يعني إذا كنت ترغب في دعمي فإذا لم تشأ يعني فأنت حر والخيار يعود لك. اذهب وتسجل يعني من الرابط الرسمي للموقع. لكن بما أنني يعني قمت بشرح هذا الموقع لك وقمت بتبسيطه وإعطائك نبذة عن كيفية عمل الموقع، فقم بالتسجيل يعني عن طريق رابط الإحالة الخاص بي ودعمني، وكذلك إن شاء الله ستتحصل أنت على الدعم مني في حال إذا احتجت إلى أمور أخرى. إذا على بركة الله سنبدأ في طريقة التسجيل. أولا ستتوجهون إلى الرابط الموجود في الديسكريبسيون في أسفل وصف الفيديو، وقبل أن تقوم يعني بالضغط على الرابط قم بالضغط على زر الأحمر المتواجد يعني على في أسفل الفيديو بالأحمر سبسكرايب أو اشتراك أو أبوني حسب اللغة الموجودة على اليوتيوب الخاص بك، وكذلك تفعيل زر الجرس لتتوصل بجديد القناة الخاصة بنا، وزر لايك إذا وجدت أن هذا الفيديو مفيد. إذا كما تشاهدون هنا الإخوان يقول لك إذا قمت بمشاركة رابط الإحالة الخاصة بك وتم تسجيل أي شخص عن طريق رابط الإحالة الخاصة بك فنحن نعطيك 0.65 دولار، يعني نمنحك رابط لمشاركته مع الأصدقاء، وأي شخص يأتي عن طريق هذا الرابط الذي يوجد به كود معين خاص بالحساب الخاص بك فأنت تربح 0.65 دولار. 20 شخص تربح 10 دولار. الأمر سهل جدا ولا يتطلب يعني أي جهد، كل ما عليك هو أن تكون يعني شخص مهتم بالعمل حتى تتمكن يعني من كسب هذا المال. إذا على بركة الله سنبدأ في طريقة التسجيل. أول كل ما علينا أن نقوم بالضغط هنا على ريجستر. بالنسبة لطريقة التسجيل فهي سهلة جدا، يعني ليست هناك أي أمور صعبة. إذا كما تشاهدون هنا إخوان في هذا المكان سنقوم يعني بإدخال اليوزر نيم الخاص بنا، يعني اسم تستعمله على للدخول الى الموقع. مثلا انا اخترت هذا اليوزر نيم. في الخيار الثاني سنقوم بادخال الايميل الخاص بنا، يعني الامور فهي روتينية وعادية جدا لانشاء حساب. اذا بعد ان نقوم بادخال الايميل الخاص بنا هكذا سنقوم هنا بتعيين كلمة سر للحساب الخاص بنا. إذا أن تقوم باختيار كلمة سر تكون قوية، يعني تتألف من حروف كبيرة وحروف صغيرة وأرقام وكذلك رموز، يعني مثل الأرباسك أو دياز أو نقطة أو فاصلة أو أي شيء. ثم بعد هذه الأمور سنقوم بالضغط على هذه الخيارات هنا للموافقة على شروط الخدمة الخاصة بالموقع. بعد ذلك هنا سنقوم بالضغط على كليك تو فيريفي يعني للتأكد. بعد ذلك سنقوم بالضغط هنا على ريجستر. إذا بعد الضغط على ريجستر ماذا يقول لنا هنا؟ أننا قمنا ب يعني نسينا هذا الخيار هنا. إذا كما تشاهدون I understand that my account حاليا يعني لم تتم عملية التسجيل. إذا هذا الخيار ربما يجب أن نقوم بإزالة التعليم عليه. ثم سنقوم مرة أخرى بالضغط على فيريفاي ثم نقوم بالضغط على ريجستر وننتظر. إذا هنا يقول لك حفظ الباسورد. إذا هنا registration has been successfully completed، يعني قد تمت عملية التسجيل الخاصة بك. You have been successfully registered in the Best Change Affiliate Program. Automatic notification about this has also been sent your email address. We hope for the mutually beneficial corporation. أوكي سنقوم هنا بالضغط على login. قمنا بحفظ الباسورد، سنقوم هنا بفك كود الكابتشا ثم بعد ذلك سنقوم بالضغط على لوجن.
إذن إخوان كما تشاهدون هذا هو الحساب الخاص بكم، ستجدونه يعني بهذا الشكل. هنا ستجدون يعني الاي دي نمبر الخاص بكم، والاي دي نمبر الخاص بكم هنا كما تشاهدون لدينا 1 مليون شخص قام بالتسجيل يعني في الموقع، وهو الذي سيكون يعني على رابط الإحالة الخاص بكم الذي ستقومون بمشاركته مع الأصدقاء أو الأشخاص ليتسجلوا في الموقع. إذن ستقوم بنسخ هذا الرابط هكذا بهذا الشكل، ثم تشاركون مع الأصدقاء لتربحوا 0.65 دولار عندما يقوم أي شخص بالتسجيل في هذا الموقع. هنا ستجدون يعني لفيزيتور الزوار paid action الأشخاص الذي أو يعني العمولات التي ربحتها، earned total يعني العدد المجموع الأرباح، هنا the number of second level referral، يعني أمور عديدة ستجدونها هنا، يعني كل الأرباح وكل الأمور الخاصة بكم هنا. The statistics are updated every 5 minutes، يعني هنا العملية تتحدث في كل 5 ثواني يكون هنا التحديث. بالنسبة لعملية السحب كما تشاهدون هنا إخوان، عندما تتحصل على المبلغ الكافي ستقوم بسحبه عن طريق الضغط هنا على withdraw، ثم بعد ذلك ستقوم بسحب المال. إذا سنقوم هنا بالضغط على withdraw لنرى يعني ما هي وسائل الدفع المتوفرة في الموقع لإتمام عملية السحب. إذا كما تشاهدون هنا إخوان، فالمبلغ الذي يعني يمكن الموقع للسحب فهو بسيط جدا. عندما تحصل على 1 دولار يمكنك أن تقوم بسحبها مباشرة إلى حسابك. The payment are made within 5 business days، يعني ستنتظر مدة 5 أيام ليصلك السحب إلى محفظة التي تستعملها، سواء كانت الباي بال أو البيتكوين، أو سنرى ما هي المحافظ التي يدعمها هذا الموقع. You can specify or change account for withdrawal in the profile. إذا سنتوجه إلى البروفايل لنشاهد يعني ما هي الخيارات التي يوفرها الموقع لسحب الأموال الخاصة بنا. سنقوم هنا بالضغط على بروفايل. إذا كما تشاهدون هنا الإخوان، لديك الويب ماني، لديك البيرفكت ماني، لديك البيرفكت ماني كذلك بالأورو، الباير، البيتكوين، والأدفيكاش، يعني كل هذه الأبناك هنا يمكنك أن تقوم بسحب المال عن طريقها، وكذلك يمكن أن تقوم بالتغيير كذلك على الموقع نفسه، يمكنك أن تقوم بتغيير الأموال في حالة كان لديك الباي بال أو كانت لديك يعني وسيلة سحب أخرى وليس لديك مثلا وسائل الدفع هذه مثل الويب ماني أو البيرفكت ماني أو الباير البيتكوين أو الأدفيكاش. كما نعلم فإن يعني كل أشخاص يعني لديهم حساب في يعني يقوم بعمل حساب على كل بنك، مثلا يشيل الويب ماني يقوم بعمل حساب، البيرفكت ماني يعمل حساب، الباير، البيتكوين، الادفيكاش، حتى يتمكن يعني من العمل مع العديد من البنوك ليتحصل على المال الخاص به. اذا كما قلت لكم، فخمسة ايام ستجد ان المبلغ قد تمت اضافته مباشرة الى الحساب الخاص بك. بالنسبة للموقع فالموقع موثوق، وانا لا اضع لكم يعني على القناة الخاصة باي موقع نصاب او اي شيء من هذا القبيل، حتى لانني اتأكد من طريقة عمل الموقع، كيف يعمل الموقع ومصداقية الموقع، بعد ذلك اقوم بوضع لكم فيديو لشرح الموقع. اذا هنا الاخوان كما تشاهدون هنا ستضعون الاي دي الخاص بالويب ماني او البيرفكت ماني او يعني بالدولار او اليورو، كذلك بالنسبة لهنا تضعون الاي دي الخاص بالباير، كذلك هنا يمكنكم ان تقوموا بوضع الادرس الخاصة بالبيتكوين، كذلك هنا يمكنكم وضع الايميل الخاص بالادفيكاش الخاص بكم، ثم ستقومون هنا بالضغط على سيف. بعد ذلك ستجدون ان الابناك التي قمتم بوضعها قد تم حفظها على الحساب الخاص بكم. اذا كنت تستعمل بنك واحد فلا بأس، قم بوضع يعني بنك واحد. هنا اذا كنت ترغب بتغيير كلمة المرور password change current password، يعني هنا ستقوم بإدخال كلمة المرور القديمة، وهنا ستقوم بإدخال كلمة المرور الجديدة، ثم تقوم بإعادتها هنا، ثم تضغط هنا على change لحفظ العملية. كذلك في هذا الخيار هنا يوفر لك الموقع الـ BTC facet، يعني صنبور أو صنابير البيتكوين. You can get from 1 to 1000 ساتوشي every hour، يعني يمكنك أن تربح من 1 ساتوشي إلى 1000 ساتوشي في الساعة، يعني 60 دقيقة. Each time you visit the faucet you will receive a random amount of free Bitcoin total claim of today from all users.
يعني يمكنك أن تسحب يعني يعني الساتوشيات الخاصة بك، يعني عندما تتحصل عليها من الفصل. كيف ستقوم بذلك؟ كل ما عليك هو أن تقوم هنا بإدخال الأدرس بيتكوين الخاصة بك، ثم تقوم هنا بالضغط على كليك تو فيريفاي، ثم تقوم هنا بالضغط على كليم فري بيتكوين، وستحصل يعني على الساتوشيات الخاصة بك. هذه هي أحسن طريقة للعمل على موقع بيستشينج. كذلك الموقع يوفر خاصية تغيير العملات، إذا أتى شخص وقام يعني بعملية تغيير لأي عملة يعني بواسطة رابط الحساب الخاص بك، ستتحصل أنت على عمولة، يعني ستربح منه عمولة يعني من هذا الشخص الذي قام يعني بالتحويل عن طريق الموقع الخاص بك. إذا أتمنى إخوان يعني أن يعجبكم هذا الفيديو، كل الروابط ستجدون أسفل الفيديو في الديسكريبشن. كذلك هنا هذا هو الرابط الخاص بك، يمكنك أن تقوم بمشاركته مع الأصدقاء. الأفيليت لينك إن دو اتش تي ام ال كود، هذا كود خاص بال اتش تي ام ال، يمكنك أن تقوم بوضعه في الموقع الخاص بك. فور بابليشينج اون سايت اند ان بلوج، يمكنك أن تقوم بوضعه على البلوجر الخاص بك أو الموقع الخاص بك لمشاركة يعني لتجلب له يعني الإحالات. كذلك هيد أفيليت لينك إن دو كود نو بودي كان سي ذات ات إز أون أفيليت لينك، كذلك يمكنك استعمال هذا الكود، كذلك يمكنك استعمال هذا الكود أو استعمال الرابط المباشر، يعني هذا الرابط فهو مباشر، يمكنك أن تشاركه على صفحات التواصل الاجتماعي دون يعني أن تقوم بوضعه على الموقع. هذا كود HTML وهذا الرابط الخاص بك، يعني رابط مباشر. بالنسبة للأفيليات سنرى هنا ماذا لدينا. إذا شرحنا يعني الإخوان كل شيء، كل شيء يعني شرحناه بالتفصيل. تجلب أشخاص يقومون بالتسجيل، وبالتالي تربح أنت 0.65 دولار على أي شخص يقوم بالتحويل عن طريق هذا الموقع، وبالتالي ستربح عمولة عندما يقوم هو بالإيداع يعني في أي بنك ويقوم يعني بالتحويل، ستربح أنت عمولة مقابل التحويل. يعني هناك عمولة مقابل التسجيل وعمولة مقابل التحويل. إذا كان هذا كل شيء إخواني، لا تنسوا دعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.